ايه ده؟ حرام عليك يا اخي، انت اخدت كل حاجة، ما فضليش غير ده، كمان عايز تاخده؟ لا والله، انت مش عارف بس مصلحتك فين. مصلحتي ايه حضرتك؟ احي، ما هو ده لو بعته هتفضح والمصلحة هتبقى على المشاع. هو انا هسيبك تنفضح؟ يعني انت فلوسك زادت وعمال تحوش في فلوس قد كده، فين الزيادة بتاعت مني؟ خلاص اذا كان كده ماشي. هنتكلم النهاردة عن قصة غريبة جدا، وهي قصة ملك ظالم وشعبه المظلوم. بيقولك كان في مدينة زمان كان بيحكمها ملك ظالم جدا للشعب بتاعه، مارس كل انواع الظلم اللي ممكن تتخيلوه، وكان دايما متعجب قوي من الشعب ده. ازاي انا مش سامع منهم ان هم متضايقين ولا زعلانين ولا صوتهم عالي بكل الظلم اللي انا بظلمه لهم ده؟ في حاجة غلط. من الاخر مش لاقي اي حد يعرضه، فجمع كل المستشارين بتوعه وطلب المشورة بتاعتهم علشان خاطر يسمع اعتراض الشعب على ظلم. ففي واحد من المستشارين دول طلع بفكرة خزعبلية، قال له يا مولاي الملك، المدينة دي كل أهلها عندهم أراضي فيها زرع موجودة على الضفة التانية من النهر، ومفيش غير جسر واحد بس يقدروا يعدوا من عليه، هي معداة واحدة بس اللي بتربط المدينة بالأراضي الزراعية. احنا نوقف لهم واحد على الجسر ده من الحرس الملكي، وكل اللي يحب يعدي الجسر للأرض بتاعته يجلدوا 20 جلدة، 20 كرباق على ظهره وهو معدي. والكلام ده بأمر الحاكم. الملك قعد يفكر كده في رأي المستشار ده وقال له تصدق فكرة عبقرية، احنا ننفذها. ووقفوا فعلا واحد على الجسر ده، والملك فضل قاعد بفارغ الصبر مستني اعتراض الشعب. عدى يومين والملك ما سمعش اي حاجه، حس ان هو متضايق قوي، الشعب الغريب ده مش فاهمه، مفيش حد طلع واتكلم يا جماعه، مفيش. في اليوم الثالث سمع الملك زعيق قدام باب القصر، فقال بس هو ده، هي جايه لي اهي. فبيبص من القصر من فوق فلقى مجموعه من الناس كده واقفين وزعلانين جدا وبيطالبوا ان هم لازم يشوفوا الملك. الملك فرح قوي وامر ان الابواب دي تتفتح لهم، وفعلا نزل وقعد معاهم وبداوا ان هم يتكلموا. فقال لهم انا هطلب منكم طلب، ان واحد بس هو اللي يطلع يتكلم عن مطالب الناس كلها او المتظاهرين دول كلهم. نقوا اكتر واحد فيهم بيعرف يتكلم وطلع فعلا للملك وقال له سيدي الملك، ادام الله سعادتك واطال في عمرك، انت عارف ان كل الاراضي بتاعتنا موجودة الناحية التانية من المدينة، وان ما فيش غير جسر واحد بس يوصلنا ليها، وحضرتك اطال الله في عمرك خليت راجل واحد واقف يضرب فينا، كل اللي عايز يعدي من على الجسر ويوصل للارض بتاعته بيتضرب 20 جلدة على ظهره. سعادة الملك احنا عددنا كبير جدا ومشاغلنا كبيرة قوي، وشخص واحد يضربنا مش هيقدر، هنفضل نتضرب طول النهار، حضرتك لازم تزود عدد الرجالة على الجسر ده عشان نقدر نخلص شغلنا. الله الله، حرام عليك، حرام عليك يا اخي، احنا بني ادمين برضو، هنلحق نروح ونلحق نرجع امتى؟ ما هو كل واحد لما ياخد 20 جلدة واحنا كتير قوي كده هناخد وقت كبير قوي. الله الله. وهي دي كانت الكلمتين اللي هم جايين يقولوها. الملك قام خابط على وشه كده من الصدمة، وقام خلع التاج بتاعه وقام رميه وقام طالع في اعلى نقطة في القصر وقام نطت من فوق، حرام عليكوا شلتوا الراجل، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. العبرة يا جماعة من القصة دي غريبة جدا، اذا كان الشعب خاضع وذليل امام اوامر فاكيد بيجي عليه يوم وبيطالب، بس اللي هو بيطالب بيه بقى ايه؟ هو بيطالب بالظلم لنفسه، وبيتصور ان الظلم الاقل درجه ده ان هو من حقوقه، وسلب حقوق اكتر بيبقى عداله من وجهه نظره. بصوا يا جماعه، من الاخر انا لا انا فقيه سياسي واقتصادي ولا انا فقيه ديني، بس في حاجه مهمه قوي، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. يعني ببساطه جدا في كم غباوه مش طبيعيه بقينا بنشوفها مننا على بعض، ومحدش يعلق فشله أو غباوته شماعة على ناس تانية أو على حاجات تانية هو أصلا ما بيفقهش فيها. يعني بمعنى أصح، الطبيعي أو الصح إن إحنا نغير من نفسنا الأول ونبقى كويسين مع بعض، وكفاية جشع وطمع على بعض، لأن هي دي اللي بتخلق المشاكل الكبيرة. يا جماعة مفيش سوبرمان ولا في معجزة هتنزل تغير الحال اللي إحنا فيه إلا لما إحنا نغيره بإيدينا. ونغيره بإيدينا إزاي؟ إننا نبقى في البداية على الأقل كويسين مع بعض، ما نغليش على بعض، ما ناكلش بعض، ما نكسرش ظهر بعض، ما ندوسش على بعض، حاجات كتيرة قوي ممكن ان احنا ما نعملهاش، والاصول والمبادئ ما بيتجزقوش. وطبعا عزيزي المشاهد ما تنساش لو عجبك الفيديو لايك وسبسكرايب وشير، وشكرا جدا جدا على دعمكم ليا يا جماعة.